مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من راف ما كيما كل يوم، الرحلة مكملة لتسعة ونص يواصل فيها القيادة لو جران برنس منصف بن سعيد. أخرى العرب ريهام سعيد سندريلا وميمة العياري. هند رستم الإعلام نادية لطفي وذات الشعر الأسود سونيا الدهماني. سونيا معلمة. المتمرد على الدوام جاب معها البوق اليوم ناصر البدوي. نجمة التاسعة ويا فام الجولدن بوي مراد زغيدي. والثائر على الدوام تشي جيفارا هذا البلاتو الجران زياد المكي. تنجيزة نشوفوا صديقنا رامي شنو حضر لنا في الرادار. البارح قاعدين في امان الله والدنيا كلات بعضها، يا ودي ناس تجري في كل جهه في الشارع، اللي وقف في تاكسي، اللي خدم في كرهبته مزروب، اللي يجري ورا الكار يحب يخلط عليها، يا ولادي شبيكم يا ولادي صليوا على النبي شفما؟ قال لك سيدي رئيس الجمهوريه هبط الشارع على حبيب بورقيبه يعمل في دور على ساقيه. اباي عليه شني مش راضي ابن خلدون على خاطر متغشى على حكايه شرشله؟ قال لك لا، يحب يسمع المواطنين منه لهم، والرئيس اسمع صيف الجمله من المواطنين. اوه ملا مواطن شيخ عليه نعم بابا شبي خويا تراه عاود لي الله الله على الشجاعة. قول يحكي مع راجل أخته الراجل لا وتحس فما شوية ملامة فلوسك اللي حسك اللي عرفت عليه تبدل فيه غريب ساعة كلمتك أنا على طريح رمي والله نقصنا ربا قلت كلم سيد رئيس الجمهورية ليه ويعطيه الصحة معناها كي طلع رئيس الجمهورية قيس سعيد طلبوا على النمر اللي عنده باش عرف اليوم عادش يخدم معناها شوف انت الشجاعة والقوة وين توصلت بيه ما فهمتش علاش طالبوا باش تقول له مبروك قيسون الرئاسة شو باش تقول له باش تقول له علي قيسون بون كوراج هنيني في القصر شنو هذا يا ولادي إذا المجتمع ده أما باهي كمان كي يهبط رئيس الجمهورية للشارع ويحكي مع الشعب سيغتو في البيريود هذي هكترا الناس مدبر محزينة باشا ستريس يا رسول الله حتى من الإعلاميين متشائمين ولا أوه نوف الوريتاني عندك بار اكزامبل رمز للتفاؤل تبارك الله يدوخك تفاؤل تونس تعيش في ظروف استثنائية فما برشا ستريس فما برشا غش فما برشا فقر فما برشا ناس ضغط معناتها كذا كي اللي حاصل في الجينيا وفي العمل شنو كيفاش تعدي نهار كلمة عامة في هالأوضاع الحزينة كيفاش تغزر للايمات هذه فما توتر كبير الله عليك يا متفائل يا غالي ايه شنو الحل ما نعرفش انا تحب نهجو الشعب كامل برا لا هذا حل فيه شويه تفاؤل اش قولك ان ننتحروا الكل هذا حل به يعجبك نتصوره يا راجل مازال في اول عام صلي يعني بيه يا معلم مش ناقصين رانا الحمد لله بدايه مشرقه بالتفاؤل لا انا وفي المشاكك نحبك كي منصف عبلها وكمقابل الحياه بتفاؤل روح حلوه ويدعي لنا في التلفزه يا ربي بيشوف علينا الوباء اش قولك شوفك الدعوه شوف ربي يوفق الجميع وان شاء الله التوانسه الكل تخرج تلعب سبور وتنحي من المخ الكوفي هذي الوباء نعم شو اسمه الوباء كوفي هذي الوباء كوفي اي تقولي كوفي عنين اي كوفي كوجا يا ودي اسمه كوفيد يا ودي من كوفي والله انا اللي نعرفه العباد قاعده تزيد في حرف كوفيدا كورينا امنتي الوحيد اللي نقص له حرف لا والله برافو غلطه جديده وحلوه ذي لا منظرنا مازلنا مطولين في مشكله اسم الكورونا ذي المحنونه دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده هو راهو باش نبداو واضحين من الاخر المشاكل اللي عايشينهم في تونس توا لازمهم حل برك انه يخرج لنا جن من المصباح السحري ويفض لنا مشاكلنا الكل والحمد لله يا ربي احنا المواطنين التوانسه حاضرين للحظه هذيك تفرج يا بابا السؤال يقول وركزوا في السؤال كان يخرج لك جن المصباح شنية القدره الخارقه اللي تتمناه نشريك دا نعم القدرة الخارقة اللي تحبها هي نشريك دا لا يا غالية لازمك سمسارة ذاك باش تاخذ دار مش مصباح سحري يا بنتي قال لك قدرة خارقة سوبر بوفوار تعرف شو معناها معناها توقف الوقت تخرج نار من فمك تطير يا رسول الله شنو هذا يا ربي الصبر اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم تحية صديقنا رامي في الرادار نعملوا تلا شعلنا في الكياس اخبار الطرقات وتسويت مع صديقتنا والفون نرجعوا لكم للبلاتو